في عالم نلامس فيه الفكر بالمعرفة، في أماكن تتوق إليها نفوسنا للاستكشاف، نأخذ فيه أفكارنا وطموحاتنا إلى أعمالنا. هنا تزرع فكرة، تسقيها من بحر علمك، وتحول شغفك البيئي إلى تجربة تستحق الاستكشاف، لتبني نموذجاً للحياة في المستقبل. معنا كن المتسابق الأكفأ، العلامة الفارقة في صنع التغيير، بالسباق نحو عالم مليء بالتنوع الأحيائي. منافع، ماراثون أفكار التنوع الأحيائي.